يتعاوضوا على حقوقهم مع احد ممثلي الحكومه. العمال يقوموا بالدور الحقيقي والطبيعي اللي بتعمله كل بلاد الدنيا في المفاوضه الجماعيه مع اصحاب العمل من اجل الحصول على الحقوق. ولما تتقفل القنوات وتتسد وسائل المفاوضه يبقى نشوف وسيله ثانيه. لا يعقل، ليس الاضراب ليس بدايه التحرك العمالي والنقابي. الاضراب هو اخر مرحله بعد ان تسد القنوات. العمال الان نظره منهم لما يدور لبلادهم ولما يهدد بلادهم بيتفاوضوا عبر المفاوضه وعبر الحوار الاجتماعي بينهم وبين الحكومه واصحاب العمل هنحل المشاكل. وبعد اذنك ببلغ عمالنا في كافه مواقع العمل والانتاج، نحن اكبر قوه ثوريه في هذا الوطن واحنا اصحاب المصلحه الحقيقيه في الثوره اللي قامت. انا دلوقتي في الحكومه اصحاب المصلحه الحقيقيه في الثوره اللي قامت، وعشان كده مراعاه لدرب الحوار الاجتماعي والمفاوضه هنوصل لتحقيق مطالبنا. اذا اتسدت القنوات أخاطب زملائي في النقل العام وأنا بشوف وباستمرار بنتقابل، لم يفصح أحد عن طلب البداية بالإضراب خطأ. اعرض وتعالى أنا وزملائي. وزارة العمل هي وزارة التفاوض لصالح العمال ولصالح منظومة العمل. تعالى اعرض، يعني الإضراب بتاع بكرة ده بعد إذنكم اللي هنوقع فيه حد. أنا بقول لكم إن الحد الأدنى للأجور ليس سلطة وزير ولا غفير. المجلس القومي للأجور ينعقد هذا الأسبوع هيحل المشكلة دي. أنا بطلب من زملائي ريحوا نفسكم، الرسالة واصلة والحد الأدنى سيقرر للجميع بانعقاد المجلس القومي للأجور حسب نص القانون. اللي منتظر وزير المواصلات مثلا يخش يرفع للنقل العام أو محافظة القاهرة، وزير الزراعة يرفع للزراعة، وزير الاستثمار يرفع للاستثمار، الجهة السلطة حسب نص القانون المنوط بها النظر في الحد الأدنى للأجور هو المجلس القومي للأجور. أيام وهينعقد المجلس وأصلا حصل لقاء تفاهم، وبعض زملائي هم حضروه لقاء التفاهم من أجل أن ينعقد انعقادا صحيحا وفي تفاهم حتى نصدر قرارا يريح قلوب قوم مؤمنين. إن شاء الله تعيش.